دي ذكور وإناث؟ اه ذكور وإناث. حضرتك نظر المدرسة إن شاء الله. انشئت إزاي المدرسة دي؟ ابتدت من إمتى؟ دي المدرسة اللي هي موجودة حاليا دي ابتدت سنة 2000. 2000 أول مدرسة تخش يعني كانت سنة 2000؟ 2000 لا كان دي الجديدة بالنسبة. كان قبل كده في مدرسة يعني في أواخر التسعينات كده برضه. تمام. وراحت فين المدرسة دي؟ هي موجودة هي القديمة بعد كده إيه؟ جددوها. جددوها في 2000 يعني التجديد اللي هي 2000. فمن سنة 2000 وهي شغالة طبعا. من سنة 2000 هي لغاية سنة كام؟ بتبتدي من أولى ابتدائي لتالتة إعدادي. لتالتة إعدادي وبعد كده لو حد يحب يكمل ثانوي يروح فين؟ يكمل ثانوي طبعا يروح سيوة. يروح سيوة. يروح سيوة. طيب أستاذ مستور عايز أسأل حضرتك، هو حضرتك من أهل القرية؟ من أهل القرية إن شاء الله. طيب أنت درست فين بقى لما المدرسة دي من سنة 2000؟ أنا درست محو أمية. حضرتك كنت محو أمية؟ من قبل كده محو أمية. هنا؟ هنا في القرية. وبعدين؟ بعد ما اخذت ابتديت محو اميه. وانت عندك كم سنه؟ ابتديت محو اميه وانا كان عندي 10 سنين يعني. 10 سنين وبعدين؟ 10 سنين طبعا كانت مرحلتين يعني، ما كانتش مرحله واحده، ما كانتش سنه واحده، هي مرحلتين. خدت مرحله الاولى ومرحله الثانيه. تمام. بعد كده ايه تقدمت في الاعدادي فين؟ في سيوه. في سيوه. تمام. كان انا يعني في وقتها كان سني يعني 14 سنه. وبعدين كملت ثانوي هناك؟ اخذت ثانوي طبعا في سيوه. خدت الاعدادي الاول في سيوه وبعد كده خدت ثانوي. بعد كده رحت الايه للجامعه طبعا جامعه اسكندريه. رحت جامعه اسكندريه. تخصصك ايه؟ قسم لغه عربيه. لغه عربيه. طيب انت شايف ان اهل القريه عندهم اقبال ان هم يلتحقوا بالتعليم ولا في تسرب او ما بيحبوش يلتحقوا؟ لا هم لهم اقبال، لان التسرب ما فيش تسرب خالص. تمام. لهم اقبال ان هم يتعلموا. بس طبعا ايه لبعد القريه طبعا عن العمران يعني فيها صعوبة للمدرسين شوية. طب انت صحيح المدرسين عندك منين؟ بتجيبهم منين؟ المدرسين انا عندي هنا من البلد بس يعني اداريين، شغال اداريين. انما عندي بالنسبة للمدرسين بيجوا بقى من سيوة يا اما من محافظات الأخرى. الوزارة بتوزعهم على هنا؟ بتوزعهم. وبيسكنوا بقى هنا وبيعيشوا هنا معاك؟ بيعود طبعا فترة الدراسة هنا. فترة الدراسة هنا. وفي برضه من المدرسين برضه بيجيب اهله، في اللي بيجيب اهله. طب انا يهمني برضه اعرف عن البنات، هل البنات بيبقوا عايزين يتعلموا وبيجوا وبينجحوا وبيهتموا بالدراسة طبعاً وبالتعليم؟ طبعا البنات مهتمين برضه يعني عندنا هنا، يعني حتى هتلاقي المستويات ممكن البنات احسن من الاولاد عندنا كمان. بس المشكله ان هم ما بيكملوش طبعا لان اخرهم اعدادي. ما بيطلعوش من البلد، ما بيقدروش يروحوا سيوه بقى وسفر وكده. سفر لانها بعيده. بس تبقى معها اعداديه. معها اعداديه. طب ما فيش واحده معاها. ما فيش خطه ان انتوا تزودوها انها تبقى ثانوي، توصلوا للمرحله الثانويه؟ ما احنا بنطالب دلوقتي، بتطلب وزاره التربيه والتعليم. وزاره التربيه والتعليم اللي هو يعمل لنا تعليم فني او تعليم ثانوي. وناويين؟ ناويين طبعا. لا ناويين الوزاره ان هم يعني والله احنا بنسعى في الطلبه دي بس لسه لغايه دلوقتي ايه ما جالكمش الرد. يعني ما جاش الرد على لسه. ما لكمش اي طلبات؟ مش ناقصكم حاجه هنا يعني؟ هل المدرسه مجهزه تجهيز جيد؟ المدرسه كويسه طبعا، كويسه مجهزه، فيها حتى معمل تطوير، في كمبيوترات، وفي يعني مجهزه تجهيز كويس. في كمبيوترات؟ في كمبيوترات. بس طبعا مع دخول الكهرباء وكده بقت بالنسبه لكم سهل. لان في الاول طبعا ما فيش كهرباء في النهار. يعني ما كانش في كهرباء. طب طاقه شمسيه. والنت بتعملوا فيه ايه؟ النت النت للاسف كان عندنا نت. كان في الاول عندنا نت وبعدين لما بقى كده اتفصل. ليه اتفصل من الوزاره؟ بقول لك دلوقتي ان هو ايه كان عاملين شبكه تمام من الوزاره، بس ايه زي ما تقول ان هي الشبكه دي طبعا عليها فلوس طبعا ما اندفعتش. فوقفوها على مستوى الجمهوريه يعني. على مستوى الجمهوريه وقفوها. الاجهزه موجوده بس ايه مش شغاله.